فالطرب الغرناطي الى بغينا نهضروا الطرب الغرناطي هو جاي الاصل نتاعو من الاندلس من غرناطه، ومن بعد سقوط غرناطه فدوك العائلات والفنيه اللي كانوا تما هاجروا للمغرب وجاو جاو لوجده، ومن وجده مشاو للجزائر. يعني وجده كان عندها واحد الحد وكان عندها واحد الخور نتاع الناس اللي استقروا هنايا، وبقى الطرب الغرناطي راسخ هنايا. الا انه فوقاش غادي يحيا من جديد هو في 1921 اللي تاسست اول جمعيه في مدينه وجده، وهي الجمعيه الاندلسيه للطرب الغرناطي. من تم بعدها كنا ديك الوقيته في عهد الحمايه، من بعدها تاسس هذا جوق السلام في 1951، وكانت الجمعيه الاندلسيه وجوق السلام كيخدموا بجوج مجموعين. ما تكون شي سهره اللي خاصه بمدينه وجده، كانت الجمعيه الاندلسيه فيها شويه الدراري الصغار وداك الشيء، وكان جوق السلام فيها الناس كبار. الور كانوا يديروا فيزيون بيناتهم، واحد المجموعه بيناتهم، فين ما تكون شي سهره رسميه ولا شي خدمه رسميه هنا في مدينه وجده كانوا يجتمعوا بجوج. نذكر على ما اظن في 1943 كان جا المرحوم محمد الخامس مع بعض الفرنسيين، كنا ديك الوقيته في عهد الحمايه، وكانوا داروا واحد الحفل هنايا في مدينه وجده في دار الباشا في المدينه العتيقه، وكاين بعض الصور اللي تأرخ لهذا الحفل اللي كانت فيه الجمعيه الاندلسيه وجوق السلام اللي كان انذاك. بطبيعة الحال الجمعية كسائر الجمعيات اللي كاين في مدينة وجدة، من الأهداف نتاعها وهو المحافظة على الطرب الغرناطي اللي كانت تمتاز به مدينة وجدة. وكاين كذلك المحافظة والصيانة والتصحيح نتاع بعض الشوائب اللي كاين في الكلمات، وكان عملوا مع أساتذة اللي راهم حاضرين معنا هنايا اللي كيخدموا بالنوطة، كان عملوا على تدوين الطرب الغرناطي بالنوطة الموسيقية المعروفة عالميا. وفي هذا الصدد كنت انا والاستاذ عبد العزيز وشن صدرنا اول كتاب تدوين الطرب الغرناطي بالنوطه الموسيقيه العالميه، وكنا خدينا كنموذج انذاك المهرجان نتاع 2004، وخدمنا فيه جميع النوبات اللي كانوا تقدموا انذاك، وراهم منوطين، والكتاب حاليا راه موجود وكاين في السوق. عندنا كذلك تكوين الاجيال، تكوين الاطفال، عندنا مدرسه نتاع تكوين الاطفال، لان الطرب الغرناطي الامتداد نتاعو هذا الاشعاع نتاعو اللي حاليا هو التكوين نتاع الجمعيات اللي عندهم التكوين نتاع الاطفال. تكوين الاطفال كيلعب واحد الدور مهم، وهاد الاطفال هما اللي غادي يكونوا ان شاء الله يشدوا المشعل في المستقبل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.